انت عملت الصح، أصلاً من كل عمرك بتحميها كأب. طيب نحن كلياتنا بنحمي ولادنا، بس يعني كيف منقدر نحميهم من حالهم يا ترى؟ أنا ما قدرت أحميها مو بس من حالها، ولا قدرت أحميها من ابنك كمان. أوعك تلومه، لا مو هو السبب بدمار بنتك يا هارون. خلص بقى هالة، نحن مو بالمحكمة، مانك مضطرة تدافع عن ابنك. إذا بتتذكر هارون بقول لك إنه تصرفات بنتك مثل أمها تماما، وادعي لها دائما ما تكون نهايتها مثل نهاية أمها. صاير معها اكتئاب حاد من كل شيء عاشته لحد اليوم، من زواجها ومن طلاقها كمان، والدعوة القضائية اللي هي جزء منها. كل هاد إلا دوره طبعا هارون بيك، بس السبب الأقوى أنه للأسف في عامل وراثي من طرف أمها. العوامل الوراثية ما بتهمني أبدا دكتور، بنتي رح تطيب أنا متأكد. أنا بفترة أبوتي اللي عمرها 25 سنة وقعت ورجعت قمت ووقفت على رجلي، بس بوفاة أمها صدقا وقعت وقعة قوية. أكبر غلطة أنا عملتها بحياتي كلها، وقت حكيت لريم قصة مختلفة عن وفاة أمها. إنك تقول لطفلة عمرها 5 سنين أمك مرضت وما طابت أسهل بكتير من إنك تقلها أمك انتحرت. صح كان أسهل، بس كان كذب وغلط كبير، كان تصرف جبان. انتحار إنجي ما كان غلطك أنت، كان غلطي أنا. سنين وأنا عم أقول لحالي هالحكي، عذبت مرة خلقة نفسيتها مدمرة وبأنانية سخيفة جاكرتها بوجودي، بس أنا كنت مجرد عذر هارون. نحنا وماضينا اللي حاولنا نخبيه ونهرب منه، مشاعرنا اللي كبيناها، كل هدول كانوا عذر للقدر، لأنه نحنا ماضينا. الماضي ضل بالماضي يا هالة، ضل بالماضي. لو وقت ريم مثلت إنها انتحرت ما رديت على حكيك ووقفت بوشها وقلت لها إنه أمك ما ماتت بمرض، أمك انتحرت ونهت حياتها بإيدها، كانت هلأ متطلقة ومتعافية من زمان كتير. أنا كأب شايف أغلاطي ومعترف بكل شي، بس أنت قضيتي كل حياتك عم تغلطي على أغلاطك وأغلاط ابنك، بتعرفي هذا الشي؟ وبالنتيجة هاي الأغلاط غيرت حياة شابين لسه ما شافوا شي من الدنيا. يا ترى هديك الليلة ابني لحاله اللي غير حياته ومستقبلهم يا هارون؟ خير. شو في هارون؟ شو هالسرعة؟ شبك؟ شكلك بتعرفي منيح شو صاير لدرجة مستعدة تخاطري بحياتك، ما هيك؟ الشي الوحيد اللي بعرفه انه بكرة عرس ولادنا وبس. وابنك اللي عرسه رح يصير بكرة يا خانم، يا ترى بتعرفي لوين راح اليوم؟ ها؟ وانت اخذ دور الحمل مجنون ورايح تشوف صهرك وينه يعني؟ إذا لهيتيني أكتر من هيك ما رح لحق. لا تعمل هيك هارون، هذا الطريق حتى اسماعيل ما بيعرفه، بس انت تعرف طريق ريفا لسه أكتر مني، وعلى الأغلب هالشي إجا كونك حدا مهووس بالسيطرة. كتر الحكي ما رح يساعدك تأنقذي ابنك، رح أخليه يوقع. هارون بنتك ما رح تتركه حتى لو تأكدت إنه مع غيرها وساق فيني. بنتي ما حتتخلى عنه، بس لا تفكري إني بثق فيكي. شو يعني صار عندك الشجاعة الكافية إنك تروح لهنيك؟ تشجعي أنتي وتعالي وراي. هديك الليلة عملنا عقد ملكية بيناتنا، ما حكينا بشي، مثل كأنه عملنا اتفاق بصمت.
ما سألنا بعضنا ولا أي سؤال. أنا وياك متعودين نعمل اتفاقيات بصمت، بس اللي بيعملوا اتفاقيات بيكونوا بنفس الطرف، مزبوط؟ هذا اللي مو متعودين عليه. حتى وقت كنا عشاء ما كنا بنفس الطرف، وانت بتعرفي. هارون، إذا بتفكر تساوي فخ لابني بقتلك فورا. إذا بنتي ريم ما طابت رح يكون موت ابنك على إيدي. معناتها الزمن هو اللي بيقرر خاطرك. منلتقي بالمحكمة بكرة. بنتك يلي هي ضحية العنف تزوجت من المتهم بهار خانم. هلأ بهذا الوضع أنت بصفتك امرأة وأما لهي البنت، كيف فسرتي هالشي لنفسك؟ ممكن توضحي لنا؟ أنا ما فسرته ولا قدرت فسره، بس فسرته دكتورتها. نحن منفكر العجز شغلة منقدر نشوفها بالعين المجردة، منفكره الاستسلام قدام العنف والضغط وإنه هو شغلة ما منرحلة بإرادتنا، منتوقع نشوفها عند الجاهلين والريفيين وعديمي التعليم. ما منشوف العجز لايق لبنت من المدينة متعلمة وقدرانة توقف على رجليها وتعتمد على حالها. سهل نقول يا حرام عليها، وببساطة منقول يلي عملته كتير عيب، بس أحياناً العجز بيكون مخبى جوات الإنسان، وإلا عجزة مخبى جواتها وعميق لدرجة ما منقدر نشوفه بالعين المجردة. ما أنا مقبولة، هاي السخافة كلها مو مقبولة عندي. هاي البنت بدها تروح على بيتها فوراً، وهذا الزواج بده ينتهي قبل ما تعلنوا الكربيك. تمام. بهي الحالة وأنا رايح أمي. لا، ما رح تروح لمكان مع هاي المجنونة. طيب معناتها بدك تختاري، يا أما خليك عند حكيك وتركينا نروح، يا أما تقبلي كنتك هون قدام عيونك. خلينا مثل ما أنت بدك تحت جناحك ورعايتك. إلا انتي ليش هيك عملتي؟ يعني لا تفهميني غلط، بس انا قصدي إلك كنتي استني لحتى تخلص الدعوة. ليش؟ يعني ما انك مصدقتي لأخوكي؟ لا، مو قصدي احكي هيك شيء ابدا، انا بس كان قصدي بابا يعني تعرفي لأبي منيح، والمحكمة قربت تخلص يعني، وشفتي موقف أمي مو؟ ما رح تسمح بهيك شيء أبدا، بتهد هذا الأثر على راسك. إلا أمي ليكي، أهلين بعروستنا. الإيد اللي ما بتقدر تكسرها بوسة وإدعي عليها، بس هلا الجاز بتقول اعمل كل شي بتقدر عليه لتكسرها. المتهم إلكار إلغاز، قلنا عندك شي تقوله بخصوص هالأدلة؟
إلا أنا شو عملت لك؟ إلكار إلغاز، اطلع فيني مو بالمدعية. أنا شو عملت لك بهديك الليلة؟ أنا ما أذيتك. إلا بعدين أنا رجعت، كان الكرسي بس إلا ما كانت. قلت لحالي بركي أنت سكران والموضوع مو مثل ما كبرته براسك. بس إلا ما كانت. لأنه أبي الحقيقي ما حبيبته رموا إلا من جنبي لبرات السيارة. إجباري عني إلا. يا متهم ارجع لمحلك. إلا إلا بدي أرجعك اسمعيني، طلعها فيني الله يوفقك. إلا 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 إلا, إلا أنا آسف، أنا آسف. رجع إلا إلا أنا آسف. كل شخص يقعد بمحله.
أنت واحد مريض؟ النطق بالحكم في خطاب الرفض المقدم بحق إيلكار إيلغاز، وبالرغم من أنها تعتبر كتهمة القتل المتعمد من قبل المتهم وبحسب البند رقم 81 من قانون العقوبات التركي، وبالرغم من طلب معاقبته على هذا الأساس بحسب إفادات الشهود، وبعد ضبط الإفادات وشكل حدوث الواقع المجسدة لجميع الأدلة والإفادات الموجهة ضده والمثبتة، وبناء على المادة 80 الباب الثالث من قانون العقوبات التركي، وحسب النتيجة الموضحة، ولأنه تم تأكيد قيامه بجريمة الضرب المبرح، يحكم عليه بالحبس لمدة 8 أعوام. كان في دم أمي، كان في دم، عم تصعبي. سكوت سكوت بلا ما يسمعك أبوك، لا تخليه يسمعك. إلكار شو عم تعمل فيني؟ إلكار الصوت براسي ما عم بيوقف، عم ضل أسمع صوتك. ليش عم تضل تحكي؟ عم تضل تحكي براسي إلكار؟ خلص خلصنا بقى، أنت لازم تقوى. ولا عم تسكت، عم تسكت، عم تسكت، عم تنكر. إلا صوتها رح يموت. لا تسمع صوتها، اسمع صوت أمك وبس. خليك قوي. أنا اللي عملتها، أنا اللي عملتها، وقفوا لحظة. أنا اللي ضربتها، اسمعوني. لحظة، بس لحظة، لحظة، لحظة. إذا سمحتوا وقفوا شوي، وقفوا إذا سمحتوا، الموضوع كتير أنا حساس. أنا عملتها، أنا الفاعلة. هذاك اليوم أنا لحقته على البيت، وفتت على البيت، فتت على البيت. ممكن تقولي لمحاميكي والنائب لو سمحتي، أنا اللي عملتها، أنا عم بعترف إنه أنا اللي عملتها. أنا بعرف منيح أنت شو عملتي ليلتها لخانو. رد رد إلكار، رد رد بقى، رد. هارون هارون هارون، انت احكي. انا اللي عملتها، أنا اللي ضربت. أحكي لك شي كلمة، قل لهم بس لحظة، استنى شوي، قل لهم. اهدي شوي. أنا آسف هالة، بس أنت مبينة وين كنتي بالتسجيلات. لا بس لحظة، لحظة، لحظة واحدة. أنت ما كنتي هنيك هديك الليلة أصلاً، أنت ما رحتي لهنيك أبداً. صح أنت أسأتي لبنتي بأبشع طرق بهالحياة، بس بهديك الليلة أنت ما عملتي شي بإيديكي. أنتي ضربتيها بإيدين ابنك اللي أنتي ربيتيه. يا الله بس شوي، استنوا استنوا. إلا مو هون، وصوت إلا مو هون، في صوت أمك وبس بدك تسمعها. اسمع أمك شو عم تقول. أنت ما عملتها، أنت ما عملتها، أنت ما عملتها. لو أنت عملتها كانت هديك البنت هني. أمي، أنا ما بقدر أنحبس. حبس شو؟ ما رح يحبسوك. أوعك تخاف ابني، أنت بكرة عرسك. رح نقعد الصبح على الفطور مثل العادة، كلنا سوا، وكأنه مو صاير شي أبداً. رح ناكل فطورنا، لأنه ما صار شي، ما صار شي أبداً. ما بدي يكون في شي براسك من هديك الليلة. رح نحضر الصبح الأخبار على التلفزيون، وبس نشوف الخبر رح نتفاجأ، رح ننصدم نظامي. هي هي، لأنه ما صار شي أبداً، ما صار شي. أنت لازم تقتنع بهذا الحكي. لا بس لحظة واحدة، لحظة، استنوا شوي. بترجاكم، بترجاكم لو سمحتوا. انت طبقتي الأمومة المريضة للأسف، 8 سنين
8 سنين. تمن الحياة اللي دمرها ابنك هو 8 سنين. ما في داعي إنك تبكي عليه ست هالة، لأنه أنت وضعك لسه أسوأ. خليه هو يبكي على أمه، لأنه عقوبتك رح تكون العمر كله. لا هو ما دخله. لا لحظة بس، استنوا لحظة، أنا اللي عملتها. خدوني إلي عنه، خدوني إلي واتركوه. لحظة واحدة بس اسمعوني، أنا اللي عملتها. أمي Ha 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 ha!